اتحداك والله اتحداك تلبس القبعة هاي تبع السابعة. اتحداك طيب عندك هاي الرقصة؟ طيب اتحداك اتحداك يا شيخ. وصلنا لأعلى المستويات، اطراد اسمك للمامات، اطراد اسمك للمامات، فاتحنا ثلاث قنوات امشينا. ترى اذا انت مالك هذا اللايف انا مو ذنبي، متفقين احنا 19 الشهر ينزلني، يعني باقي كم؟ 16 يوم، لا اقل، باقي 13 يوم ان شاء الله. لا خلاص يبقى كده في، يعني يبقى في واحد زياده كده المفروض. اوه كبشنينه وروق. بكره بصير تحدي ثاني ببيضولي بنزله غصبا عني، احسن ما نزله برضاتي. احلى الغصب احلى. المفروض كده في فوائد يا ابو عنب. اسمع هالاغنيه، اسمع. مغصوبه وغصب يا فلان، اهلي خطبوني. كلها كلها بص خلاص. نقص صوتك ابو عنب، نقص صوتك، صوتك بيعمل ازعاج للمتابع. خلاص تم. ايه هنقص بس لازم انت تنقصه من عندك يا علي. اي انا ما بعرف ميوت بس بفيني احط. خلاص لا انا بنقص. انا هي حبعد المايك هيك ناقص. ايوه نور شرشبيلو. نور خالد، اخرب فنارك عن ما يا خالد. شفت لك هذا، شوف هذا القناع مبشعه يا رجل. شوف 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 ربك. الله هذا اكرم علي. علي كان القناع الابيض هيبي، بس عد ما نزلها كره القناعين. ايه والله عن جد يا ويلي. شي يسعد دين السابع، يسعد دين السابع محلو. علي انا اتحداك هاللقطتين تطالع لنا بنر وصوره السابع. يلا يلا لاقيهن اذا بتلاقيهن. ابو انا خذ المفاجاه دي، خذ المفاجاه دي. انا شحنت الفاير بس السابع وما جبتش سكن الولد، جبت سكن البنت. هيك احلى. خلي السابع يكون نادر. علي طلع لنا صورهن، البنر والصورة، والصورة الشخصية تبعه. ايش اسمها يا شباب؟ لحظة لحظة، انا شفت سكن ثلجة ما عندي اياه. من وين اجى سكن الثلجة هذا؟ هي والله كان في سكن الثلجة انا ما عندي اياه والله العظيم. صح والله كان في سكن ثلجة يا شباب ما عندي اياه، اختفى. سجل خروج ورجع على اللعبة علي. اسمع صوت الثلج لما بتنزل. شوف 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 صوت الثلج. خلنا ما بنسمع شيء، محرومين من كل شيء نحن جماعه الديسكورد. ان شاء الله ما راح احرمك من شيء. شو بدك اطلع لك ابو ناس؟ طلع لي بنر السابع وبنر ولوجو السابع. ايش اسمه يا شباب هاد جنبه؟ شرشبيلو جنبه. يلا هذا تبع القراصنه تبع الخامس. لحظه تبع السابع، لو بطلع لك تبع السابع. معقول السابع هذا؟ هذا لا. ايه هذا حبيبي. شو لا بلا بلا. لا لا يا اخوان، ايش فيكم؟ شو دخلوا بالسابع؟ ها يا اخي هو فين بلا يا زلمه. ايه هو حط اي صوره بتقولوا. وهذا وهذا كمان ازرق كمان. وهذا ايه اللي تحت اللي تحت. لا 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 هذا هذا وهذا. لا يا حبيبي هذا تبع الجيمر، هذا شو له علاقه؟ هذول اثنين. السابع على اليمين، على اليمين عليه. متاكدين؟ مستحيل يا حبيبي. يا هي يا شباب لحظه. هذا هذا ايوه هذا. ايه ايه هذا 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 تمام. اللي تحته واللي تحته اللي تحته بالضبط يا حبيبي. هذا تبع الجيمر، هذا اللي تبع الجيمر، هذا الجيمر، الجيمر مش السابع. الجيمر مش السابع تبع رقص الضحكه. ايه وهذا هاي شو اسمه هذا قصوص. هاي تبع السابع. ايه تبع السابع. ايه بشوفها عند كل الناس انا يا زلمه. تبع السابع يا رجل. شوف شوفها عند كل الناس. خلاص حطيتها يا علي. شكرا علي عمر والله حلوات. انت عندك الفاير باس سابع ابو انس؟ ايه يا علي اتحداك. والله اتحداك تلبس القبعه هاي تبع السابع. اتحداك. ابعت لي والله عندي اياها يا علي. دقيقه يا رب هيك تعطي سبرايز اللعبه وتحكي له سحبناها من حسابك. يا اخوان طول بالك ليك ورب لبستها. يا اخوان اصبر انا بلشت شحن من كذاب 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 لا علي لا تبعت علي لا لا علي لا لا ما بدنا علي علي بربك لا شوف ايه والله مروا عليه با عن جد عنده الفير باس السابع. عاد انا بديت من السابع يوم كنت اقول لرفقات انا تشحن اجيت شفته عجبني قلت لهم بس ها حلو حشحنه. هذا عجبك هذا؟ هذا عجبك؟ تركت والله حلو كثير. تركت الفير باس الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وهذا اللي عجبك؟ ما رفقات اشتروه اشتروهم قال يا ابو انس اشتري. اقول لهم لا يا اخوان حرام والله حرام. تتذكر انا اول نزل
يا ويلي يا شباب، كان هذا شرشبيل سكنه المفضل. لا ويلبس سكن كامل وينزل يحارب يا شباب، والجاكيتك عملاق ويتخبى ورا شجره يبينوا كتافه يا شباب من اليمين واليسار. لا على شخصيتك لا، ايوه مع شخصيتك لا، هيك بصير يضرب بوكسات عرفت هو باللعب خانز من بدايه لعبك مدمر. شجرات طوف وراه السكن ده، شو 10 شجرات تقف وراهم كده. ايه والله قال لك اذا وقفت جنب شجره واحده بيطلعوا كتافك من اليمين ومن اليسار، يعني اذا حدا قتلك بيقدر يجيبك من كتافك، ولما بيجلدك بتطلع طلقه كتف مو طلقه راس ولا. طيب علي عندك هاي الرقصه؟ طيب اتحداك اتحداك يا شيخ. عنده عنده والله عنده يعني. لا تحدى عنده كل شيء. تحدى لحظة لحظة علي. ليش فرحان هذا الخنزير يا علي؟ ليش؟ يا أخي علي عمر مفكر أنت يا كلب. ابلع. هذا كابتشينو بيكره الطرد، بيكره زر الطرد كابتشينو. ايوه كابتشينو عم نزل فيديو ليش؟ رأس جاكور بالله عليك رأسه كده. جاكوار لحظة لحظة اخلي لك جاكوار بيض قنبلة، خليه بيض قنبلة. شوف شوف باللايف اخليه بيض قنبلة. شوف 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 من وين بيطلعها انت القنبلة. شوف شفت من اماكن حساسة. شوف 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 من وين بتطلع القنبلة، عشان لما اقول لكم بياض ما حدا. شوف شوف شفت من وين، شفت من وين من اماكن حساسة. ورب الله بكلم طب لا يخرب بيته. ليش بنروح على الطوبز دفن والله العظيم. شوف شوف لحظه 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 جاكور من وين طلعت القنبله؟ احكينا احكينا من وين. طيب طلع قنبله مره ثانيه. والله شوف 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 شفت من وين، شفت من وين، شفت من وين، شوف 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 من وين، شوف 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 شفت؟ ابلع ابلع يا البياض ابلع يا التيس يا الخروف يا اخي. انا كنت بسألك بيت كلمة في بلاك قبانا سولاك قبانا سولاك الموزة المعفنة نزل تنين اولاك اعطيني ظهرك عني. وين البي سي لعشرين الف دولار؟ شو صار في صحيح؟ ترى الله يقطع عمرك ترى يا خنزير. والله بده تبي بشوارف ويا شرشبيل اقسم بالله بده تبي والله العظيم. هذا كابتشينو، هذا كابتشينو، رحبوا بكابتشينو، رحبوا بكابتشينو الاسطوره منور كابتشينو منور. وي وي سكويش هذا كابتشينو من مصر، من مصر كابتشينو. يا شباب العيون ابغى نستبق على الشواربك يا جاكبر. ابلع ابلع يا حيوان. وايل وايل انا ابغى نستبق على الشواربك. ابلع يا كلب يا جاكبر تخسى وما تاثر، ما تاثر الفصاعين على الذياب. مش كده تحدى عليك شرشبيل حيحزقك حيحزقك. تعالوا 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 نشاهد تيك توك، تعالوا نشاهد تيك توك شباب يلا يلا.